السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج اسمه فري كاد. البرنامج دوت مجاني واوبن سورس ومن أقوى البرامج في مجال الهندسي، الرسم الهندسي. بتيجي هنا بتختار ايه الحاجة اللي انت عايز تبدأ تشتغل عليها، يعني ممكن تقول له مثلا اركتكتشر بيجيب لك حاجة خاصة بالعمارة، ممكن تقول له لا ده انا عايز مثلا بارت ديزاين او عايز حاجة خاصة بالسكتشر، هبدأ ارسم 2D او ابن اسكاد وهكذا. طيب انا هاجي هنا اقول له ان انا عايز ارسم مثلا بارت ديزاين، فبيفتح لي بالشكل دوت. طيب انا عايز اقول له ان انا عايز ارسم بودي اهو، اقول له كريت ا نيو بارت، او من تاسك اقول له هنا ان انا عايز كريت نيو بارت. طيب اهو انا قلت له بودي، جاب لي هنا فيها اورجن. لو انت دوست مسطره هيبدا يجيب لك الاكس والواي والزد وهكذا بالشكل دوت. طيب انا عايز دلوقتي ابدا ارسم حاجه مثلا 2D، فاقول له ان انا عايز ارسم سكتش، فبيقول انت عايز ترسم على الحاجه، فاقول له انا عايز ارسم مثلا الاكس والواي. اوكي طيب ممكن تلاقي هنا دي الادوات دي هي دي الخاصه بان انت ترسم حاجه اهيت. تمام طيب انا اقول له مثلا ان انا عايز ارسم لاين كبدايه اهو، وبعد كده اقول له من هنا لهنا. طيب دلوقتي بعد ما رسمنا اللاين دوت، ممكن لو جيت تعالى مع الخط دوت تتحرك دي كده هتلاقيه بتتحرك عادي بدون يمشي خالص. تمام طيب انا عايز اعمل سيلكت بقى على النقطتين دول. تمام وهاجي هنا الاقي عندي حاجه اسمها كونسترين. كونسترين يعني بيربط الحاجات ببعض، بقول له كونسترين. عمل لي هنا ان في هنا عندي شرط معين، معنى الشرط دوت هنفهمه دلوقتي اللي هو ايه، ان في نقطتين، النقطتين دول مرتبطين ببعض. لو انا جيت هنا وحركت ده تلاقي ده بيتحرك بعيد عن دوت، ملوش علاقة ببعض. انما لو جيت في الخط ده وبدأت اتحرك الاقي الاتنين ده مرتبطين ببعض، دي فكرة الكونسترين. طيب ربطت ده وده مثلا مش هربطه دلوقتي. تمام واقول له دلوقتي انا عايز الخط ده يعمل كونسترين مع ده يكونوا الاتنين متوازيين مع بعض، خلينا الاتنين متوازيين مع بعض، بس فكلي الشرط دوت. ليه؟ لان في شرطين، الاتنين دول منفصلين عن بعض. فانت ممكن تعمل كده وتقول له اربط لي الاثنين مع بعض. دلوقتي لما يتحركوا مع بعض، وعندي قاعده ان دي مرتبطه بدي، النقطه دي مرتبطه بدي، الخط ده موازي الخط ده. طب لو علمت على ده وده وقلت له خلي لي الاثنين دول متوازيين اهو، طيب تتحرك براحتك خالص، المهم ان هم يكونوا متوازيين. لو علمت على الخط ده والخط دوت وقلت له خلي لي ده متعامد على دوت، خلاص ده بقى متعامد على ده وده متعامد على ده وكله متعامدين على بعض، بقى عندي قاعدة هم ماشيين عليها. فانت كده بتعمل حاجة شغل هندسي، ولو انت عايز تفك اي واحدة فيهم مجرد ان انت تيجي تسيلكت على دوت وتبدأ ان انت تلغيها، فخلاص تبدأ تلغي وتقدر تشغلها تاني لو حابب. طيب خلينا نرسم مثلا، ممكن طبعا ترسم نقطة، ممكن ترسم مثلا ارك، تقول مثلا عايز ارسم ارك مثلا من عند النقطة دي مثلا اهي. طيب ممكن تقول له ان انا عايز ارسم مثلا سيركل، فنرسم مثلا سيركل اهي وسيركل تاني اهي. طيب لو انت خرجت وعايز ترجع تاني هتدوس على سكتش. طيب ممكن اعمل سيلكت على ديت وسيلكت على ديت واقول له ان انا عايز اعمل لهم قاعده ان هما الاتنين يساووا بعض. بمعنى ان لو انت غيرت في القيمه بتاعت دي، كبرت دي او كبرت دي، الاتنين مرتبطين يكبروا مع بعض ويصغروا مع بعض. تمام طيب ممكن اجي هنا اقول له ان انا عايز هنا اشوف نص القطر، نص القطر مثلا دوت اخليه مثلا 6 اهو، وبقى مرتبط برقم 6 وخلاص احنا سجلناه ان هو ده النص القطر بتاع 6. ولو جيت هنا هتلاقي عندي كونسترينت دايمتر. تمام الدايمتر هنا ممكن تقول له طبعا 6 و6 12، نص القطر نص القطر، بقى الدايمتر كله بقى 12. طيب لو احنا جينا هنا وقلت له انا عايز اعمل هنا ان هو يكون محافظ ان هو يكون فيرتيكال او هوريزونتال، علمنا على ده مثلا وقلت له ده شرط منه ان هو يكون فيرتيكال. تمام وده شرط ليه ان هو يكون هوريزونتال، فخلاص بقى عندي الاتنين مرتبطين بالقاعدة دوت. خلينا نرسم مثلا او خط اهوت واعمل سيلكت على الخط دوت اهو، وبعد كده هقول له خليه بالشكل ده، خلاص هو بقى عنده كونسترين او الزامي ان هو يلتزم بالحاجه ديت.
ممكن تيجي هنا تقول له ان انا عايز ارسم مثلا اليبس اهوت بالشكل دوت. طبعا عندك ال دي تقدر تتحكم فيها ودي تقدر تتحكم فيها وتقدر تغير فيه زي ما انت عايز بالشكل دوت. طيب ممكن تقول له ان انا عايز ارسم مثلا السي في لاين بالشكل دوت. طيب دلوقتي انا هلغي كل ده من السكتش. طيب ممكن ترسم مثلا مستطيل بالشكل دوت. المستطيل اوتوماتيك تعمل له كل الكلسترين اللي انت ممكن تحتاجه. ممكن ترسم مثلا شكل زي دوت. الشكل ده هو زي ما انت شايف اتعمل له كل الكونسترين زي ان هما مثلا كلهم متوازيين وان السواء كنت كلها زي بعض وحاجات زي كده. طيب ده السكتش بتاعنا. اروح دايس اسكيب عشان اخرج منه. بيقول لي ان انت ممكن تدخل بقى تعمل حاجات كتير قوي على السكتش دوت. السكتش ده ممكن تعمل له مثلا بيت اللي هي ديت. ده يعني هتدي له حاجة 3D بالشكل دوت. تمام. تقدر تتحكم فيه ان هو هيرفع اللي فين مثلا. ممكن تعمل له سيماتيك تو بلان يعني يبقى من ناحيتين لو انت بصيت كده على الاورجن. طيب انا عايز الف فانت ممكن تدوس على البقرة وعلى زرار الشمال بحيث ان انت تلف بشكل دوت. ليه الاختصار دوت؟ خلينا ندخل في الخصائص. هتلاقي ان انت ممكن تخلي الاعدادات بتاعة البرنامج زي برنامج مثلا ليه اعدادات خاصة بيه او ممكن تعمله زي الاوتوكاد او ممكن تعمله مثلا زي اي برنامج من البرامج الهندسية اللي انت متعود عليها. الاختصارات تقدر تتحكم فيها. فلو احنا جينا هنا في الديسبلاي هيقول لك 3D نافيجيشن انت عايز زي الكاد ولا زي ريفيت ولا زي البلندر ولا. طيب تختار اللي انت عايزه والاوربت زي ما انت عايز برضو تختار ايه الحاجة اللي انت متعود عليها وهكذا. طيب نرجع هنا هقول له لا انا مش عايز تبقى من ناحيتين. ممكن اقول له اعكسها لي خليها في الجزء اللي تحت وهكذا. ممكن تقول له انا عايزها بالدايمنشن او تو لاست او تو فيرست او تو دايمنشن او اب تو فيس. اب تو فيس دي لو انت عندك شكل تاني مرسوم. خلينا نرسم شكل اخر. خلينا نجي هنا نرسم في بادي واقول له انا هنا بقى عايز ارسم شكل جديد. فاجي هنا اقول له ان انا عايز بارت جديد. تمام. اقول له عايز ارسم بقى الشكل دوت. اقول له اعمل لي سكتش على الاكس والواي اهوت. اوكي. وهبدا ارسم شكل اخر وليكن مثلا دائره اهوت واقول له كلوز. طيب الدائره دي لما اعمل عليها سيلكت واقول له مثلا ان انا عايز اعمل لها بات هتلاقي من ضمن الاختيارات اللي هو اب تو فيس. مجرد ان انت تختار الفيس ديت الشكل ده هياخد نفس الارتفاع بتاعها. اوكي. طيب في طبعا حاجات كتيرة ممكن نعملها على الشكل دوت. تمام. خلينا مثلا نرسم حاجة على الشكل دوت مثلا ونقطعها او خلينا نرجع تاني للسكتش ده الطب اهوت. خلينا نرجع تاني للسكتش دوت اقول له ده اللي هو دوت. عايز اقول له ان انا عايز ادخل في السكتش نفسها وعايز ارسم دورية تانية من هنا لهنا واقول له كروس. ايه اللي حصل؟ قطع هو في الشكل لان هو بيرسم على شكل مغلق ولما بيلاقي شكل مغلق جوه الشكل المغلق بيعتبره فراغ. طيب لو انا عايز ارجع للشكل دوت بعد كده ممكن اقول له ان انا عايز ارسم سكتش اهوت. بيقول عايز ترسم اكس والواي. ماشي. اوكي. وابدا ارسم مثلا شكل مثلا مربع. تمام اهو. اوكي. طيب هاجي بقى اقول له ان انا عايز ارسم تفريغ للشكل دوت. فعلم على ديت واقول له اعمل لي تفريغ. طيب هقول له اعمل لي سيماتيك او اقول له عكس لي الحاجة بتاعتي اللي انا عايزها وتقدر تعمل تفريغ زي ما انت عايز بالشكل ده. طبعا لو كملت هيقطع فيها كاملا. لو نزلت شوية هيبقى بالشكل ده. طيب اوكي.
طيب عندنا اول مثلا زي ده احنا شفناه بس سيلكت بترسم 2D وهو يبدأ يعمل لك ال 3D بتاعتها. ممكن اقول له ان انا عندي شكل وعايزه يلف حوالين المحور، فخلينا نرسم برضو اي حاجة 2D مثلا في الاكس والواي اهوت. هنقول له اوكي ونرسم مثلا اي شكل احنا عايزينه، وليكن مثلا شكل دائرة اهوت، واقول له كلوز، وبعد كده اعلم على الدائرة واقول له اعمل لي ريفولف. ريفولف بيلف لي حوالين اكس معين، تقدر تقول له فيرتيكال او هوريزونتال، او تقول له حوالين الاكس او حوالين الواي او حوالين الزد، او سيلكت ريفرنس لو انت راسم ريفرنس او خط خاص بيك. ومش لازم 360 كلهم، ممكن تقطع زي ما انت عايز، ممكن تقول له خليها من الناحية دي او من الناحية دي زي ما انت عايز. اوكي، فده من ضمن الاوامر اللي هتسهل عليك ان انت ترسم حاجة قوية. طيب عايزين نشوف ازاي نعمل الموضوع الريفرنس لاين دوت اهوت. الريفرنس لاين بقول له بقى ان انا عايز اعمل ريفرنس لاين مثلا على الاكس او كده، مثلا على الخط دوت، واقول له مثلا ابعده لي بمقدار معين واديله لفة معينة مثلا. اهو بالشكل دوت. بالشكل دوت اهو. تمام. طيب ممكن بعد كده نقول له اوكي، وبعد كده هبدأ ارسم الشكل اللي انا عايزه. هقول له اعمل لي سكتش جديد في الاكس وفي الواي. اوكي، واقول له اعمل لي الشكل ده مثلا اهو. كلوز، وبعد كده ادوس على البقرة وزر دوت واحدد الشكل دوت، واقول له ان انا عايز اعمل ريفولف. فهو بيسألني انت عايزها في الفيرتيكال ولا في الهوريزونتال ولا في الاكس ولا في الواي ولا الشكل اللي انت سيلكت ريفرنس، وابدا اختار الريفرنس بتاعي. فهو يبدا يلف اللي حوالين الريفرنس بالشكل دوت. فده تقدر تضيف ريفرنس، الريفرنس ده هيفيدك كتير جدا في الشغل، زي ما بنشتغل في الريفت او بنشتغل في اي برنامج من برامج بقى في حاجات انسيه بنستخدم الريفرنس لاين. هو خط مش حقيقي بس خط بيساعدني في الشغل بتاعي. خلينا دلوقتي نرسم لوفت. لوفت محتاج ان احنا نرسم شكلين ويكون في بينهم مسافه. فانا هاجي اقول له كريت سكتش وابدا ارسم حاجه على الاكس والواي مثلا اهوت. اوكي، وهبدا ارسم اي شكل وليكن مثلا الشكل دوت اهوت، واقول له كلوز. تمام. وممكن تيجي بعد كده تقول له انا عايز اعمل ده تمبلين بالشكل دوت، وتبدأ ترفعه مثلا عن الزد شوية بالشكل دوت. تمام. طيب دلوقتي بقى عايز ارسم بقى شكل هناك، فاقول له اوكي. وبعد كده لما تيجي ترسم شكل تاني هتقول له انا عايز ارسم سكتش، اقول له انا عايز ارسم على الشكل دوت، واقول له اوكي، وارسم مثلا اي شكل مثلا بالشكل دوت. تمام. كلوز. وممكن تيجي هنا لو انت عايز تخفي دوت. تمام. بعد كده هتقول له ان انت عايز تعمل لوفت بين ده ودوت. اوكي، وهتختار بقى الشكل التاني اهوت. فكده ربط بين الشكل دوت والشكل دوت. اوكي، هي بتعمل حاجه بالشكل دوت، فده كده عمل لك شكل اللي هو اللوفت. طيب دلوقتي عايزين العنصر ده مثلا نعمل له ميرور. فعشان اعمل له ميرور هظهر الاوريجين ديت. تمام. انت ممكن تعمله بقى على السطح ده او السطح ده، او ترسم خط جديد زي ما انت عايز. خليني اختار التوب اهوت. طبعا تقدر تختار اي جهه مش لازم التوب، واحدد العنصر اللي انا عايزه، وبعد كده هقول له ان انا عايز اعمل ميرور.
فبيقول لي انت عايز تعمله في الفيرتيكال ولا في الهوريزونتال، ولا معتمد على الاكس والواي، ولا معتمد على الاكس والزد. ادي اكررها لك، في الاكس والواي هي ظهرت بس في تحت، تمام. خلينا نقول له اكس وزد، يبدا يجيبهم لك في الاكس والزد بالشكل دوت. تقدر تختار ريفرنس وتخليه هو اللي يعمل الابديت عليه، تختار اي عنصر. طيب لو انا عندي العنصر دوت، انا عايز اكرر العنصر دوت، فانا بستخدم الامر اللي هو array، اللي هو create a linear pattern feature. لو انا عايز اكرر حاجه، فبيقول انت عايز تكررها في اي اتجاه، في الهوريزونتال ولا في الاكس ولا في الواي ولا في الزد، زي ما انت عايز. طيب انت عايز تكرره كم مره، فبتديله مثلا عدد المرات اللي انت عايز تكرر عنصر فيها، وعايز الطول بتاعهم يبقى قد ايه، تبدا تحدد له الطول 500 مثلا. تمام، ويبدا يعملهم لك بالشكل ده. طيب لو انا مش عايزه بقى في شكل افقي، انا عايزه على شكل مثلا دايره، فبحدد العنصر برضو وابدا اقول له ان انا عايز كريت بولر باترن، فيبدا يقول لي طب انت عايزها بزاويه قد ايه. يعني مثلا ممكن نقول له مثلا عايزينها 5 عناصر ويلفوا مثلا حوالين العنصر دوت. حوالين ايه بقى؟ حوالين الاكس ولا الواي ولا الزد، اني محور اللي هتلفه حوالين الشكل دوت. تمام، ممكن انت تحدد ريفرنس معين، تكون انت رسم ريفرنس بره، فتحدد الريفرنس دوت، فهو يبدأ يكرر لك العنصر ده زي ما انت عايز. طيب دلوقتي نشوف مع بعض امر فليت. تمام، وده بيعمل زي انحناءة بسيطة كده في الحاجة، بدل ما هتبقى حادة قوي، وده نادرا جدا لما تلاقيه في الطبيعة، يعني حتى لو في حيطة وبتاع بتلاقي فيه شطفة صغيرة كده حتى لو غير مقصودة. تمام، ممكن تعلم على جنب من جوانب، او تعلم على ضلع من الاضلاع ديت او حافة من الحواف، هتقول له فليت، فهيبدأ يعملها لك بالشكل دوت، وليك ان انت تحدد القيمة زي ما انت عايز. تمام، وممكن تقول له انا عايز اضيف ريفرنس كمان، فيبدأ يعمل اكتر من ريفرنس لو انت حابب. طيب ممكن اقول له كانسل، ابدأ اعلم مثلا على الجنب دوت. ممكن اقول له شنفر، فبيبدأ يعمل حاجة حادة شوية بالشكل دوت. تاني كان بيبقى واخد زي قوس. طيب انا لغيت الشغل كله، وهبدأ اعمل كرييت بادي، وبعد كده اقول له كرييت سكتش، وهبدأ ارسم شكل من اول جديد. اوكي، وهقول له مثلا ارسم لي الشكل ده على هيئة مثلا مربع. تمام، طيب عايز اقول له بقى اديني الطول هنا قد ايه، قال لي 19، وهات لي هنا العرض قد ايه اهوت. تمام، وكلوز، وبعد كده الشكل دوت سهل تعمل سلاسل سيلكت، وتقول له اعمل لي باد عليه، او ممكن تقول له باكت او ريفولفينج زي ما انت عايز. اقول له مثلا اعمل له باد، وده اللينس بتاعه. اوكي، بالشكل دوت. طيب انا مو عايز اتحكم مثلا اغير رقم، فممكن تيجي هنا مثلا تقول له افتح السكتش وتعدل الارقام دي زي ما انت عايز. طيب انا عايز حاجه تكون سهله بالنسبه لي، ان انا اول ما اعدل في الارقام الشكل يتغير بسهوله. تمام، بدل ما اخش اعدلها مانوال، ولان ممكن يكون الشكل بتاعي معقد شويه وفي اشكال متداخله، فانا هستعين هنا بحاجه اسمها سبريد شيت. الاداه دي قويه جدا، بتخلي الشغل بتاعك فعلا برماتيك. اقول له اعمل لي سبريد شيت، وخلينا نسميه اس مثلا، وهقول له هنا مثلا هنا الويت، تمام، وهنا الهاي، وهنا اللينس. طيب هقول له مثلا ده مثلا 20، وده 15، وده 10. طيب وعشان اسهل التحديد، هاجي هنا في البروبرتيز والياس، واقول له سمي لي ده ويتس. اوكي، وهنا سمي لي ده هاي. وهنا سمي لي ده لينس. بالشكل دوت. طيب هو لاحظ ان هو خد اللون الاصفر. طيب هاجي هنا في السكتش، واعلم على الرقم دوت، وهدوس على العلامه الصغيره دي، واقول له ان انا عايز اس دوت ويتس مثلا.
اكتف سبريت شيت دوت، وبعد كده مثلا الويتس اهوت، خد رقم 20 واقول له اوكي، وهنا هقول له ده خليه سبريت شيت دوت، وبعد كده هخلي ده مثلا اللينس اوكي بالشكل دوت، بحيث ان انا لو غيرت الرقم هو اوتوماتيك الشكل ده هيتغير. خليني بقى لسه اجي هنا على اللينس واقول له ده خليه الهاي بتاعي وهقول له اوكي، واقول له اوكي، وهقول له ان انا عايز اعرض الحاجات بالشكل دوت من الويندوز، هقول له ظهر لي التايل بالشكل دوت. لو انا جيت هنا غيرت في اللينس وخليتها مثلا 20، هتلاقي الشكل اوتوماتيك اتغير. الهاي مثلا خليها 22، خلي ده مثلا 13، هتلاقي ان الارقام بتتغير اوتوماتيك لما بغير في الرقم دوت، فده بيدي نوع من شغل البراماتيك. طيب ما تنساش برضو ان انت ممكن تعمل سيلكت على الشكل دوت وتقول له فيت اول، تعمل زوم عليه تقول له فيت سيلكشن على الحاجه اللي انت عامل عليها تحديد، ان انت تقدر تشوف الشكل من اي جهه من جهات، تقول له شوف اقل من التوب من رايت، وممكن من خلال الاختصارات دي برضو تشتغل معاك. ابيرنس تقدر تقول له ان انا عايز اشوف مثلا على هيئه شيدد، على هيئه وير فريم، على هيئه بوينت نقط، بس زي ما انت عايز. الماتيريال تقدر تختار اي ماتيريال اللي انت عايزها بالشكل دوت، تقدر تختار الكالر اللي انت عايزه، الخطوط نفسها تبقى لونها ايه، البوينت سايز لو انت عايز تكبرها، الشفافية لو انت عايز يبقى فيه نوع من انواع الشفافية، وهكذا. فتقدر تتحكم في شكل النموذج زي ما انت عايز.